اوروبي ولا افريقي. الهجمه السريعه خطيره للجابون، هوبا التصويب والهدف، جول! الهدف الاول، تصويبه جميله جدا من مكان الصعب ومن زاويه صعبه، وهدف التقدم بقدم الخطير دينيس بونجا، هدف مبكر جدا مع لحظات اولى من عمر المباراة. ضربة البداية بالنسبة للمنتخب الجابوني المتقدم هنا على أصحاب البيت، على أصحاب الدار، على منتخب مالي بهدف واحد مقابل لا شيء. هذه المخالفة السريعة والباصة الجميلة والتحرك الروعة والتصويبة القوية والخطأ كبير قاتل رهيب النهارده موجود في أداء الحارس المالي عمر سيسكو عشان يتقدم مشاهدينا المنتخب الجابوني. في وجود نجوم كبار موجودين مع مالي، ولكن حتى الان الاداء غير والشكل غير. حجم عد تصويب حلو الهدف، جول! التعادل 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 بالمهاره الفرديه العاليه الرهيبه بقدم النجم خليفه كوليبالي. عدى وفات من واحد والثاني والثالث، وسط فرجه وسرحان وتوهان موجود ورا في دفاعات المنتخب الجابوني. بص شوف النجم بيعمل ايه، النجم الخطير خليفه كوليبالي. بص الاستلام، بص الاستلام والمهاره واللمه والتصويبه الجميله. عبد سيلا لاعب نادي مونبلييه، سيلا والعرضيه والرصاد الدفاع متابعه وتصويب الهدف، جول! الهدف الثاني، عملوها ثاني وسجلوا الهدف الثاني. تصويبه جميله صاروخيه من اللمسه الواحده الكرباجيه بالقدم اليسرى بقدم الخطير بسومة، متابعه جميله جدا وهدف ثاني في المباراه في مرمى منتخب الجابون بعد ما كان منتخب مالي على ارضه يعاني، وبعد ما كان متاخر بهدف واحد مقابل لا شيء باصرار وبعزيمه قدر يحول تاخره من 0-1 الى التقدم غالي جدا جدا 2-1. هذه العاده العرضيه الساحره بقدم يا كوبا سيلا والراسيه والمتابعه التصويب